صعيب اللي يتحرك ما كاينش زعما ما كاين ميد ترى صعيب فهمتي دابا كثرت ما كاين. اللي ما كيدير والو ماشي مشكل يحاول يدير شي حاجه فهمتي ذاتس لايف فهمتي اش نقول لك اخاي اجي نقول لك ما فيديكش ما في صالحكش وما في صالحيش انا فهمتي لانه واخا ما كدير شي حاجه نبغيك دير شي حاجه فهمتي انا بغيت نحطمك اخاي فهمتي نقول لك ما فيديك ولا شي حاجه ولا قلتها لك نضباس تسمح لي اخاي والمهم اخاي هو اللي ما كنتش كدير والو حاول دير شي حاجه وراك المهم اون جينيرال كاين ما يدير خاص يدير اللي يدير راه مو حق الله الاخوان لا 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 كاين 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 ميدار بزاف المهم كما قلت الاخوان راه كاين ميدار في هذا الزمان هذا الحمد لله كاين ميدار ديال بصح خاص اللي يدير سيرتو عرفتي كنعيشو في واحد الزمان خطير وحق الله والدراري مساكين غافلين الحكم فهمتي ديال داك المقرر المدرسي اللي كتقرا ماشي العيب في المقرر المدرسي عاوتاني المدرسه انا فهمتي الهضره بليز ملي نقولها حاول دابا دي المشكله دابا الاكثريه ملي كندوي معاها كيبتي فهمتي فما هضرتي بالحرف الواحد شي فما هضرتي داك الشبر اللي انا وانا ديما ملي كنكون كندوي كندوي واحد 1000 كيلومتر قدام ملي كنقول لك داك المقرر المدرسي ماشي العيب في المدرسه وماشي راه مقرر مدرسي واحد في العالم كامل اللي كاين ما تقولش لي راه في فرنسا راه عندهم شي مقرر واعر ولا تقول لي راه في امريكا عندهم شي مقرر واعر راه التعليم في امريكا سول على التعليم العام فهمتي ديك الابتدائي الهاي سكول داكشي في امريكا الحاضض عندنا الحاضض فهمتي الحاضض لان انا غنقول لك التجربه هادو نتمنى شي اخي يقول لي لا كذبتي فهمتي مشيت لواحد ليكول عائل ديال الشعب هكا في نيويورك هكا غادي في الكولوار والله الا كاينه فهمتي واحد الريحه خايبه في الكولوار بلا ما نقول الريحه ديالهاش كاينه ريحه خايبه في الكولوار فهمتي والتعليم في الحاضض الصاد ماشي نقول لك راه في العالم كامل اون جينيرال البوبليك ولا مفقود فهمتي ما عاد شي الدول الاشتراكيه راه فهمتي معروفين تقول لي لا راه كاينه واحد الدوله سميتها كذا كذا وهي فعلا كاين ولكن قلال ولكن فهمتي دابا انت واحد اعتبر راسك فهمتي تزادي تزرفتي معنا كما الناس تزرفوا حتى هما تزادوا في بزاف ديال الدول سوء منا الحمد لله فهمتي تزادينا هنايا اما خويا كنت تزاديش في مصر انايا كون حماقيش كنت تزاديش خايف في كينيا كون ما عرفتش شنو غادي يطرا المهم اخاي شوف الحمد لله فهمتي المهم والله كتب لينا واحد الامتحان ما هو قاسح لا هو سهل المهم والتعليم فهمتي المهم خلاصة القولة الإخوان ركزوا في داكشي اللي زويون وحاليا فهمتي داك المقرر تيبقى تيقراك على المغرب وانت كتبقى كتكبر مركزي على المغرب والعالم راه كبير فهمتي حاليا واحد العالم واحد الرقعة كبيرة خاي الا كنت غادي دير فهمتي سما انت تجارة سما اي كوميرس سما فين ما كيسمها كيما بغيتي تسميها دير واحد السطور في الانترنت ها انت سير حل السطور في الانترنت تبيع شي حاجه ولا بلا ما تحل السطور غنقول لك كاع تحمك صافي حط نمره التليفون ديال شي بلاد البلاد اللي بغيتي تخدم فيها الادز وحط شي حاجه للبيع وشوف داك التليفون كيفاش يخدم ودير لها فيسبوك ادز دير لها اشارات في فيسبوك ولا دير لها بلا ما نجي نقول لك جوجل داك الشيء صعيب شويه سير الاشاره تاع الفيسبوك دير الاشاره الفيسبوك وسمع التليفون كي غادي يخدم يبدا يتصل بك بنادم يبدا يكونتاكتك بنادم في واتساب وقول لهم واتساب كونتاكتوني في هذه النمره هذه درنا نفس التجربه داك العام اللي بديت ديال هذا العام هذا الاخر ديال ديسمبر مع البدايه ديال هذا العام هذا ونصنا الادز في نيجيريا بالنمره ديال التليفون نيجيريا ونصنا الادز في كينيا بالنمره ديال التليفون كينيا ونصنا الادز في الجزائر الجاره بالنمره ديال التليفون الجزائريه لونسينا الادز في بزاف ديال الدول بالنمر ديال التليفون ديال دوك الدول خيرات التليفونات ما سكتوش وبنادم تيضل يصيفط في واتساب بليز خويا باغي هاديك بليز خويا باغي هاديك انا خويا فين شكون انايا راه انا ما نقدرش نساتيسفي كاع الدول تاع العالم فهمتي ما تقدرش تساتيسفي كاع البوزوان اللي كاين في العالم كامل هانتوما الاخوان جرب شد يا دير سطور يا دير نمره التليفون ولكن انت بغيتي دير نمره التليفون دير النمره ديال ديك البلاد ولا دير سطور علما ان السطور راه قليله فيه الكونفرجن علاش لان ملي كدير نمره التليفون كيدوا معاك ناس كبار فلاش تلقى واحد في عمره 64 عام تيتصل تقول لك الو السلام عليكم راه شفت هذيك وعجبتنا راني باغي نشري ما كيعندوش ايميل ما عمرها انا شفت فهمتي هذا المشكل كنعانيو منه في الطيرون كنحلوه بواتساب ولا بنمره التليفون عندنا الاوردرات اللي كيدخلوا يوميا الناس الكبار
الناس الكبار ما عمرش يوعد عقلت عليه كاينين ولكن اللي قارين بزاف فهمتي دخل هكا ودخل الايميل ديالو ودخل كذا ودخل كذا ودخل كذا ما 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 كاينش تيزتي وانت تقول له السلام عليكم شفت واحد البياسه كذا 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 شفت واحد ماكينه الحسانه شفت واحد النظارات شفت واحد الكسوه الله يخليك جمعهم ليا وصيفطهم ليا حتى نخلص صافي هاك وانت اخي العالم حاليا في واحد الطلب كبير الاخوان فهمتي بدل ما تبقى تبكي وتشكي هنا في المغرب علاش نقول لك العالم بدا بعدا هنا في المغرب شو الايكوميرس هنا في المغرب خدام الاخوان ما عمر مجابوا السلعه من برا كاين اللي يجيب السلعه من برا كاين اللي خدام هي بالسلعه ديال درب عمر تاخذها من درب عمر تحطها في الانترنت تحطها في المدينه فاش كاين ولاد كازا تخدموا على كازا كيمشيو يوصلوا راسهم في كازا ولاد اكادير كيمشيو يوصلوا في اكادير كيبداو بحال هكا فهمتي وعباد الله وعباد الله خدامة 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 مزيان فهمتي خدامة ديالو بالصحة صافي وهاد الشيء بلا ما نقولوا اللي دازوا للعالمية حاليا الدراري بداو يمشيو يفكروا ينزلوا لإفريقيا فهمتي كاين ما يدار صاحبي فهمتي غير ما 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 تدخلش في داكشي ديال الصدرة ما كاين ما يدار لأن عرفتي ملي كتبقى كتقول لراسك شي هضرة كتيأمن بها تصور أصاحبي أنت كتنوض مع الصح كتقول ما كاين ما يدار ما كاين ما يدار ما كاين ما يدار أنا أخي مثلا عقلي تاني ما كنتش كنقول كاين ما يدار كاين ما يدار كاين ما يدار وفعلا أنا قلت لك دابا كاين ما يدار واش تقدر تساتيسفي البوزوان اللي كاين حاليا في العالم حتى واحد ما غادي يقدر حتى واحد ما غادي يقدر حاليا يساتيسفي داك البوزوان اللي كاين في العالم الناس باغا تشري بالجد الناس باغا تشري في العالم كامل ولكن اخي شكون اللي تيقدر يساتيسفي داك البلوزون انت انت شوف انت كمغربي ولا جزائري كتسمع ليا ولا سميتو طلق الادز في الجزائر من المغرب من المغرب ديال بحال راه انت طلق الادز في الجزائر شوف عباد الله الناس كتطلبها صاحبي الناس كتطلبها صاحبي الناس الناس كتكوموندي يلا سير وصل لهم وخذ فلوسهم ما كاينش اللي يتحرك ديرها نفسها في مصر انا خدام في مصر انا خدام في مصر فهمتي ما تنزلوش على الشهر العيان المهم كاين 6 فيجرز دولار 6 فيجر دولار في الشهر في مصر وهي قصارين ما ديرناش زعما هي الماركت ديالنا الرئيسي صات كاين واحد الطلب كبير انا بوحدي ما قادرش نساتيس في المارش ها مصر هاي ها تونس تلقى صاحبي الادز في تونس وتفرج تلقى الادز في كينيا تفرج تلقى الادز في السنغال تفرج شوف شنو هادي ترى خاصها صاحبي اللي يتحرك ما كاينش زعما ما كاين ميد ترى صاحبي فهمتي دابا كثرت ما كاين كثرتي بالك ما يدار حتى وكتولي ما عارف ما دير حتى لعبه فهمتي بقى انا الحمد لله داير فهمتي كنفكر غير داكشي اللي بحال قلتي ما نمشيش نجري ندير كلشي داكشي اللي عندي كنديفلوبي كنزيد نطورو ونزيد نطورو ونزيد نطورو ونزيد نطورو ونزيد نطورو صافي وكل واحد فهمتي قد هذا العام هذا نحاول نزيدو شي جوج دوال ونورا منوار رمضان ان شاء الله يجي سالي نحاول نمشي لسريلانكا عاوتاني سريلانكا حتى هي باغي نزيدها في البورتفوليو عقلتو على اخوانا كنبارطاجي معكم تقريبا شي بكلشي ما كنبارطاجيش كلشي وانا ماشي بكلشي فهمتي مشيت لسريلانكا ديك المره بارطاجيتها معكم وبارطاجيت معكم كلشي وانا راه دابا غادي نعاود نرجع لسريلانكا نكمل داكشي اللي بديت ديك المره تمايا غادي نرجع نكمل ان شاء الله مورا رمضان كما قلت لكم الاخوان شوف نسالي هذيك الهضره الخاويه ديال ما كاين ما يدار ما كذا ما كذا و نسالي حتى واحد الفكر ديال الضربه حاول فهمتي حاول انت ما كدير حتى شي حاجه في حياتك حاول دير اوردر واحد في النهار اوردر واحد وسير وصلو اوردر واحد ستار تقول لي شتي الا كنتي ساكن في اساس الزاك غادي تطلق فيسبوك ادز غادي يجيب لك داك الاوردر غتخرج من داركم غتمشي توصل وتاخذ الفلوس كنتي هادشي تنقول على اساس الزاك كنتي ساكن في بولعجول بوفكران كورونا بودينا راني كنقول لك القناه الغابرين في المغرب وفعلا الاخوان راه ما كنتفلاش هاد الكوانات هادو كاين في المغرب شحال من مره كنشوف شي اخوان مطلعين هادشي يقول لي منين هادي كيجيب هاد السميات هادو هاد فعلا هاد الكوانات هادو كاينين في المغرب وهاد الكوانات هادو كاملين كنت مشيت لهم فهمتي بولعجول بوفكران كورونا حدا الناظور 8 كيلومتر من الناظور شي حاجه بحال هكا كنت مشيت ليها كنقعد نستفاد شي جوج سيمانات بودينا المهم شوف هاد الكوانات هادي ملي كنقول كاين في المغرب الا كنتي ساكن تمايا تهز شي برودوي شي لعيبه دبر فيها هذا المهم شي حاجه عندك ياك حطها في الانترنت دير لها فيسبوك ادز دير لها الاشاره في فيسبوك خدم لونسي الاز اجي تلقى بنادم كيكونتاكتيك سير وصل ليه وخذ من عنده الفلوس وتكل على الله الا درتيها مره غادي ديرها جوج غادي ديرها ثلاثة غادي ديرها أربعة غادي ديرها خمسة ما درتيهاش حتى مرة ما عمرها غادي دير شي حاجة في حياتك كنت غادي تلقى
غيبقى غير كدوي. دابا المشكل ديال بزاف ديال الشباب هو كيبقى كيحلم، فهمتي؟ اصعب حاجه دير في حياتك، اصعب حاجه دير في حياتك هي البيعه الاولانيه.